صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يجهر بأذكار ما بعد الصلوات المفروضة؟ هنا الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة هذا من السنة. وكان ابن عباس رضي الله عنه لأنه طفل صغير يقول: ما كنا نعلم انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بسماع الذكر. فإذا سمع الناس يرفعون أصواتهم بالذكر هذا دليل على أن الصلاة انتهت. نعم.